عمة أبي امرأة كبيرة في السن، وذكر لي أنها مصابة بالخرف، وعلاقتنا منقطعة بها منذ سنوات، ولا أعلم أين منزلها، فهل يجب علي وصلها؟ مع العلم لو علم أبي بهذا ربما يغضب غضبا شديدا. والله أنا لن أجيب سؤالك، ولكني أوجه رسالة إلى هؤلاء الآباء والأمهات والأزواج وغير ذلك من لهم شيء من السلطة في البيت. يعني ما قيمة الإنسان يعني يقاطع أخته أو أمه أو أباه أو ابن عمه أو قريبه أو ما شابه ذلك من الأم. وغالب هذه الأمور التي تأتيني وأسأل عنها غالب أسبابها فلوس، غالبا اختلف في فلوس، في ميراث، في مزرعة شارينها مع بعض، في معاملة مالية، غالبا لا أقول ده غالبا. وقد تكون أحيانا المقاطعة واجبة إذا كان مثلا ساحرا، كان يعني زنديقا كافرا يسب الله يسب الأنبياء مثلا يهزأ بالدين، هذا قاطعته واجبة. لكن في الجملة لا، هؤلاء لا يقاطعون لأجل الدين، وإنما يقاطعون لأمور دنيوية. ما عزمني يوم عرس ولده، ما سلم علي، ما وقف يوم شافني، ما كلام تافه جدا. فعلى الآباء والأمهات ومن له سلطة أن يتقي الله. يعني بعض النساء تمنع أولادها من رؤية أبيهم إذا كانت مطلقة منهم، لا تزورون والدكم. وبعض الآباء يمنع أبنائهم من زيارة عمهم لأنه بينه وبينه خصومة. وكل هؤلاء لا طاعة لهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يطاع الأب في هذا، ولا تطاع الأم في هذا، ولا يطاع الزوج في هذا، في الدعوة إلى قطيعة الرحم ما يطاعون أبدا. نعم الإنسان مو بالضرورة أن يسوي مشكلة، يعني يقول لي والله سأزور عمي مو بكيف، مو بالضرورة، يناصحه يدعو له، لكن في الخفاء يزور عمه، وهذا في الخفاء يزور عمته ويسأل عن بيتها ويمكنه الوصول إليها إن شاء الله تعالى. ما هي في المريخ، يستطيع أن يصل إليها ويزورها ويدعو لها ويرقيها ويشعر أبناء عمته أنه يعني ليس لا ذنب له عندما لا يزور عمته، إنما منعه أبوه والآن بدأ يزورها وهكذا. فهذا لا يطاع الوالد في هذا الأمر. الله المستعان.